أعراض وعلامات مرض جدري القردة. الأعراض بتتشابه مع أعراض الجدري بس بصورة أقل. في بداية الإصابة بيبدأ الجسم يهاجم الفيروس عن طريق الجهاز المناعي، فبيحصل إيه؟ بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة ومعها صداع شديد وتضخم بالعقد الليمفاوية التي تعتبر من الأعراض المميزة للمرض. العقد الليمفاوية دي موجودة فين؟ موجودة تحت الباط في الأماكن الإرادية، وكمان بيحصل آلام في الظهر وفي العضلات، وهن شديد يعني تحس ان انت كده فاقد طاقة، مع يعني حاسس بالعجز في جسمك. الأعراض دي اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي بتقعد 5 أيام. بعد الحرارة ما بتروح بيبدأ ظهور طفح جلدي، وهو عامة بيظهر بعد مرور يوم أو 3 أيام بعد إصابتنا بدرجة الحرارة أو الحمى، أو حسب يعني حالتك المناعية اللي بتصاحب جسمك طبعا، لأن الجسم زي ما احنا ما قلنا إن هو بيقاوم. فبيبدأ الطفح الجلدي بيظهر الأول على الوجه، وبعدين بيظهر في أجسام أخرى من الجسم زي الأطراف والأغشية المخاطية زي الفم والعين والأعضاء التناسلية. الطفح ده بيقعد 10 أيام، بيبدأ الأول طفح جلدي بسيط وبعد كده بيكبر وبيملأ له، بيحصل له حويصلات. الحويصلات دي فيها مياه سائلة وفي بثور، وبعد كده الحويصلات والبثور يعني بتبدأ تجف وتسيب قشور جافة بتقع لوحدها، والحالة دي بتستمر 3 أسابيع عشان القشور دي تختفي خالص. وكمان ممكن يحصل تقرحات شديدة وممكن تكون تقرحات ضعيفة، وده بيرجع على حسب نوع الحالة المصاب، إن كانت حالة شديدة أو حالة خفيفة. وزي ما قلنا اللي هي الأغشية المخاطية بتتأثر جدا بالمرض، والمرض ده بيدن فترة من 2 إلى 4 أسابيع من غير ما يحصل أي مضاعفات. ولكن الأعراض لو حصلت للأطفال والمرضى إن هم عندهم نقص في المناعة أو عندهم أمراض مزمنة، ممكن الحالة معهم تتطور إن هو يحصل لهم التهابات في الشعب الهوائية والتهابات دماغ، ويعني وسبحان الله ممكن يحصل عدوى في القرنية، يعني يتسبب لا قدر الله في فقدان البصر. ده قلنا في حالات معينة الناس اللي عندها نقص مناعة أو اللي هي عندها أمراض مزمنة، وفي كمان مضاعفات للأمراض المزمنة اللي هم مصابين بيها. زي ما احنا ما قلنا ان الاول حاجة اعراض المرض بتظهر ان هي ارتفاع في درجة الحرارة وصداع، وممكن يحصل كحة، وزي ما قلنا ان الغدد الليمفاوية بتتورم والعضلات اللي في جسمنا بيحصل فيها الام، وكمان ممكن يحصل لك التهاب في الحلق وتحس ان انت كده في حالة وهن، حالة عجز كده وحالة خمول. وزي ما قلنا بيحصل تقرحات، وكمان ممكن يحصل تقرحات في الفم، لان احنا سبق وقلنا ان بيحصل تقرحات في الأغشية المخاطية. عافانا الله وعافاكم ان شاء الله. هنستكفي كده اللي احنا نتكلم بس النهاردة عن اعراض المرض، وان شاء الله في تكملة تانية لمرض جدري القردة. واي حد محتاج اي سؤال ممكن تسيبولي في التعليقات، وانا تحت امركم ان شاء الله لربنا يقدرنا عليه هتكلم فيه باذن الله. ما تنسونيش بقى كده من اللايك وتعليق كده محفز ان شاء الله، واللي مش مشترك عندنا يشترك ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد احنا بنقدمه.